يغفل عنا بعض الناس. المفروض يقال صباح مساء يحيط فيك من كل جانب، وهو: اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والمعافاة في ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دعاء عظيم، جربه وشوف أثره على نفسك. شكرا لكم.